السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم أبو موسى العمري، رحب بكم، صباح الخير. طيب، نبي نفتتح الكلام اليوم ب شاهد بعض الإخوان يطالب بالمقاطع الصغيرة. يا إخوان، الشغلة ما هي مزاج يا إخوان، كل ما طالت المدة كل ما أخذت معلومات أكثر، كل ما استفدت أكثر لمصلحتك. لمصلحتك، هذه تجارة، الأسهم تجارة، والتاجر الشاطر اللي يقدر ياخذ جميع البيانات والمعلومات في تجارته. يعني قد ما تقدر، كل ما أخذت، إحنا في تحليلنا الآن، تحليلنا الآن، هذه الآن لما أحلل أبو معطي الآن عشان أنجح في التحليل، أنا ما أخذ مؤشرين، أنا عندي البولينجر، عندي اليديكس، وعندي هنا المتوسطات يومي أسبوعي، وعندي الماكت فوق الصفر من شهر إلى دقيقة، وعندي آر إس آي، طبعا أنت عندي شهري أسبوعي ماكت ستوك آستيك سيولة. هل أنت تبغى تستفيد ولا تبغى اللقمة تيجي لين حد فمك؟ تبغى تستفيد اتعب. يعني أنا أستغرب بعض الناس يبغى ينام ويبغى اللقمة إلين فمه، فوق فمك بس. يا ليت يا ليت يا ليت، والله العظيم يعني يا ليت بصراحة. الواحد شوية يتعب، شوية يدرس. المقاطع حلوة وفيها تفسيرات حلوة، وكل ما تمعنت وركزت أكثر بتستفيد أكثر. طيب، أتمنى جميع المقاطع إنك تدرسها للأخير، في النهاية أنت المستفيد. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الآن بنتكلم على سهم دار المعدات، وراح نتكلم على الإيجابية الشهرية والأسبوعية. هذا دار المعدات عندي هنا معطيني إيجابية شهرية كاملة وأسبوعية كاملة، فول أوبشن شهري، فول أوبشن أسبوعي ويومي، شايفينها؟ طيب، نفتح الشارت، نفتح الشارت هنا. هنا لو نلاحظ حققنا 75 80 ورجع نزل النزلة الأولى، كسر منتصف البوليجر اليومي، بعدين أعطانا الدرس اللي فات احمر احمر اخضر، وجات واحده خضراء هنا ثانيه. طيب، ارتدينا من فين؟ ارتدينا من هذا خط الزقزاق 71 60، هذه شمعه هنا وهذا خط زقزاق، هذه الشمعه قربت، طبعا مو شرط انه من نفس الخط بالضبط، هذه ارتدت قبل الخط. اختبرنا من جديد هنا، هذا خط زقزاق، شوف لحظة، خطوط الزقزاق هنا ما قدر نزل، هنا الشمعة هذه لمست ايش؟ لمست خط الزقزاق اللي من الشمعة. طيب، هذه الشمعة ثلاثة أحمر انعكاس على الشموع، ومن ثم ركز لي على الشمعة هذه، ركز لي زين على الشمعة هذه، زين زين، هذه الشمعة أدنى أعلى من أدنى 71 40 71 90، والشمعة هذه أغلقت فوق ثلاثة شموع، ابتلعت شمعة اثنين ثلاثة، وكمية 313 ألف، هنا 200 ألف، هنا 144، هنا 181، هنا 300، الكمية أعلى من إيش؟ من ثلاثة شموع، وراح السهم واخترق السهم. الشمعة هذه ما هي كمية. طيب، خلينا نشوف، قلنا الشهري فول اوبشن، الاسبوعي فول اوبشن، هنا اليومي كان سلبي وبدأ يخترق المتوسطات، وهنا اخترق الماكت. اذا كان الماكت فوق الصفر، فوق الصفر وبدأ يخترق المتوسطات، ما عندي مشكلة اني افتح صفقة
ما عندي مشكلة إني أفتح صفقة ما دام الشهري والأسبوعي ممتاز. طيب وين الشهري اللي ما يعرف المنصة؟ وين الأسبوعي عفوا؟ هذا الأسبوعي، هذا الأسبوعي ممتاز وفوق الصفر، شايفينه؟ هذا الأسبوعي ممتاز، دار المعدات وهذا خط الصفر زي الفل. الشهري، هذا الشهري طبعا ما عندنا الشهري، ما يطلع الشهري، فين الماكن؟ سهم جديد ما يطلع في برنامج تكر شارت، لكن يعطينا هنا عن طريق المنصة انه فول اوبشن شهري. هذا شهري ممتاز، شوف رقم الاسبوعي وين؟ فوق الصفر 2.1، ارقام ممتازة. الايديكس، شوف الايديكس كيف؟ هذا الاسبوعي اخضر فوق احمر، هذا اليومي احمر تحت، هذا 4 ساعات احمر تحت. كل ما كان الاحمر تحت كل ما كنت انت كويس، ويفضل الاخضر فوق الازرق. والله انا احاول اختصر مع ان الفائده ما هي في الاختصار يا اخوان. طيب قلنا شهري اسبوعي وفوق الصفر، شهري واسبوعي وفوق الصفر. هنا السيوله، اضفنا السيوله يا اخوان، شوفوا الاسبوع اللي فات عندي 20 مليون، 7 مليون، 6 مليون، 14 مليون. هنا خروج، هنا 7 مليون، هذه اشاره 313 دخول 7 مليون. حطينا هنا السيوله حق الثلاث ايام تقدر تنزل تحت، وهنا اسبوعي حق يومين، وهنا اللحظي. هذا اللحظي وهذا 4 ساعات وهذا ساعه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.